بس كلام. عند موهبة الغناء وحاب فعلا أنه يوصل صوته ويسمع صوته للناس، أكيد الفرصة أتيحت الآن وأنك تشارك في البرنامج على الرابط libyastar.net. طبعا محمد زني، على سيرة البرنامج والبرومو يعني فما تحسش أن نوعية هذه البرامج جت متأخرة شوية في ليبيا؟ يعني نشوفه برنامج يهتم بالمواهب الليبية، ممكن كتكنيك ومسألة التصويت أو احنا عندنا ديما مشاكل في بس لا من زمان كان في مهرجان الأغنية الليبية، كان في برامج للهواة هلبة انطلقت في الإذاعات والتلفزيون. بالعكس يعني كان عندنا برامج عرفت بعدة أصوات شابة وكان لها دور في الغناء الليبي، التراث الليبي يعني في عدة أعمال. طيب قولي محمد، يعني كمجتمع ليبي تحسها من السهل يتقبل برامج المواهب وبرامج الغناء وهذه نوعية هذه البرامج، ولا تحسها يعني في صعوبة شوية وحيلقى انتقاد؟ يعني حتى اليوم تلاحظ مواهب الليبية يعني ما عندهمش الجرأة أن يشاركوا في برامج، يعني خايفين من نظرة المجتمع. نظرة المجتمع والعادات والتقاليد نوعا ما نحترم، لكن في نوع ما انفتاح، يعني ما تجيبش شيء خارج عن المألوف المثير للجدل عذرا ويكون تنقل من الغرب وتقولي لا هذا هواية وموهبة وأنا حر وكذا. لا، عندك خطوط حمراء زي ما قلت في بداية الحلقة. يعني بالعكس نرى في انفتاح وتقبل حتى بالنسبة للمرأة وللفتاة في عدة مجالات، يعني في مجال الإعلام يعني نرى عدة وجوه نسائية على الساحة، في المجال الإخراج، في التصوير، في سواقة السيارة وغيرها، في عدة مجالات في تقبل يعني. وبعدين ممكن بالعكس وجهة نظري، أنا قلت لك مين الخلف تعرف، يعني اللي تابع في التركي والأفلام وغيرها وغيرها من الوافد يجي على الليبي يقول لك لا بالضبط. يعني هذه الفكرة ليش تناقض ازدواجية معيار بس في حدود الكياسة واللباقة، يعني بفن الليبي أو بصوت الليبي. يعني ليش الليبي ما يكونش في الخارج يمثل الأغنية الليبية أو الفن الليبي في الدراما والتلفزيون زي أي جنسية عربية أخرى، موصلة هويتها وثقافتها وفنها ويمثل بلدها؟ بس محمد اللي قاعدين نشوفه فيه يعني يعني نقد مبالغ فيه ويوصل لدرجة السخرية والشتم والسب وغيره لممثلين ليبيين، ممكن أي ممثل إعلامي إعلامية فنانة تنزل صورتها على السوشيال ميديا ويبدأ فيها يعني، فما تحسش أن ردة الفعل العنيفة هذه من المجتمع من المتابعين أنها حتأثر في نفس الفنان أو الفنانة أو ممثل أو ممثلة، فإن تخليه حيتقيد في شغله، حيبدأ نفسيا على ضغوطات؟ شوف، ما دام أنت قررت أنك تخش هالغمار هذه تقبل الإيجابي والسلبي، والسلبي قبل الإيجابي، وهذه ضريبة. بس مش الكل عنده القدرة النفسية أن يتحمل، ما هو هذه المتاعب والمغامرات ولكل مجتهد نصيب. واضح فين مش بس كلامي.